السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل، صلوات ربي وسلامه على نبيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم أخذ زكاة المال من أمي لي وأنا متعسر مدين، يجوز؟ يعني أمك تعطيك زكاة المال، يجوز لها أن تعطيك زكاة المال إذا كنت متعسرا؟ يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لابنها المتعسر، وذلك لأنه لا يلزمها الإنفاق عليه، والزكاة تخرج في من لا يلزمنا الإنفاق عليهم من المصارف الثمانية، والله أعلم. الميت وله زوجتان، من لها تلتزم بالعدة؟ الزوجة كلتهما تلتزم بالعدة، تعتد عليه من يوم يأتيها الخبر، من تعتد من يوم وفاته. حكم ارتداء الحجاب بألوان مختلفة خلافا للون الأسود، هذا جائز ما لم يكن ملفتا للأنظار. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد أبو الرب عاد مرة ثانية يسأل عن سماع يحيى بن عمر من عائشة، ويقول إن أبا داود نفاه. هذا القدر ليس بقاطع في عدم السماع، ذلك أنه يلزم أيضا أن ننظر هل غير أبي داود أثبت السماع أم لا، وهل أخرج له البخاري ومسلم من طريقي يحيى بن عمر. هل أخرج البخاري ومسلم حديثا من طريق يحيى بن عمر عن عائشة أم لا؟ ارفع الصوت. أوائل البركات يقول ارفع الصوت، لكن هي من اثنين فقط، محمد عيد ووائل. حكم تداول عملات الفوركس، لا يجوز العمل بالفوركس، وذلك لا يجوز العمل بالفوركس، وذلك لأنه في العملة يجب أن يكون التعامل بها يدا بيد. إذا أخرج البخاري ليحيى بن عمر حديثا فهذا يعارض ما قاله أبو داود، إلا إذا كان الحديث منتقدا على البخاري. فبين الحديث، بارك الله فيك، بارك عليك يا أم آية وزريتك. حكم المال المأخوذ عن طريق السمسرة،
إذا كنت دلالا تدل زيدا على أمر كي يشتري منه ولا تغش ولا تدلس فلا بأس بذلك، هذه تسمى الدلالة حينئذ، والدلالة جائزة ما دامت بالحق والمعروف. نعم. قلت حسن شكرا. ما حكم الطلاق المعلق؟ أختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع لعدم وجود دليل على الطلاق المعلق على وقوعه، والله أعلم. هل يجوز عمل قرض كي أشتري شقة ليتزوج ابني؟ لا، لا يجوز لك أن تقترض بالربا من أجل تزويج ابنك. زوجها لا يواظب على الصلاة، ما العمل معه؟ لا يواظب على الصلاة، ما العمل معه؟ ذكريه الحين بعد الحين، بارك الله فيك. الذهب من كم أتصدق عليه؟ إذا كان من عيار 21 ف97.5 جراما من عيار 21، إذا كان من عيار 24 ف85 جراما. المرأة الثيب هل يجوز لها أن تزوج نفسها في حالة الإعضال؟ إذا أعضلها الولي لغير سبب شرعي تنتقل الولاية إلى المأذون الشرعي، إلى القاضي الشرعي المتمثل في المأذون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ماتت حماتي وفي مرضها كان يزورها أقاربها ويعطونها أموال، هل هذه الأموال دين واجب على أبنائها ردها؟ على حسب أعراف بلادكم، إذا كانت هذه كنقطة الأفراح، نقوط الأفراح معروف، العرف يقول يؤدى وإن لم يكن كالدين في كل جوانبه، لكن العرف يقول يؤدى، فما أدري الذي أعطوه الأموال أعطوه على أي سبيل. هل يجوز أخذ قرض وعمل عمرة؟ إذا كنت أيضا تقصد القرض بالربا فلا يجوز ذلك، وإذا كنت تقصد قرضا بدون ربا يكره لك ذلك أيضا، لأن الدين يلزم سداده والعمرة مستحبة، وبالله تعالى التوفيق. يخيرني أهلي ما بين ارتداء النقاب وإكمال تعليمي، فماذا أفعل؟ ممكن تحدثين على الهاتف الخاص، بارك الله فيك، أستفسر بعض الاستفسارات الأخرى. اشترى ذهبا وبقيت 100 جنيه من الحساب، فقال للبائع: أحضرها لك غدا. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن بيع الذهب يجب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. حكم طباعة الصور على الأكواب والتيشيرتات، مع العلم أن الأشياء لا تطبع عليها الصور مستهلكة. لا، الكوب الصور عليه مش مستمش، ليست ممتهنة، هتضع صورة ذات الأرواح على الكوب لا يجوز. حكم الطلاق كتابة لا نطقا؟ الطلاق كتابة يقع. أرسل زوج فاطمة بنت قيس لها بآخر 3 تطليقات من اليمن. صحة قول علي في جهنم حياة قلقلال وعقارب قلب غال تلدن كل راعٍ لا يعدل في رايتي، لم أسمع عنه شيئا. حكم مخالفة الوعد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حكم رصد دمية بالكرتون للأطفال لا بأس إذا كانت للأطفال. حكم تحري القبلة في السفر. حكم تحري القبلة في السفر: ألزم تحري القبلة في السفر إذا كنت ستصلي الفريضة. أما النافلة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. طبع اطلاع الزوجة على هاتف زوجها خفية دون علمه يعتبر تجسس، والعكس كذلك. لا يجوز للرجل أن يطلع على هاتف زوجته الخاص، فهذا نوع تجسس عليها. وقد قال الله تعالى: ولا تجسسوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا. بل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. ولكن أملوا حتى تنطشط الشعثة وتستعد المغيبة. يسأل عن صحة حديث: من ابتلي بجاريتين فأحسن إليهما إلى آخره. الحديث ثابت صحيح. هل يجوز صيام الثلاثة أيام القمرية وكفارة اليمين بنية واحدة؟ لا، إما أن تجعلها نافلة وإما أن تجعلها قضاء. بارك الله فيك. ما زكاة الأرض والشقة التمليك؟ ليس على الأرض المقتناة للزراعة أو المعدة لبناء بيت عليها لنفسك، ليس عليها زكاة. وكذلك الشقة التي تسكنها ليس عليها زكاة، أو الشقة التي تؤجرها وتأخذ ريعها ليس عليها زكاة. أقسمت على ابنتي ألا تذهب معي ثم وقع القسم. إذا كنت عقدت اليمين فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، وبالله التوفيق. معنى الولد للفراش: الولد هو ابن لزوج المرأة التي ولدته أو لسيدها إذا كانت أما. يعني الولد ابن الزوج أو ابن صاحب الأما. يعني في رجل متزوج بامرأة ولدت له ولدا، فجاء آخر الناس يقول: هذا الولد ولدي. نقول له: لا، الولد ابن لمن؟ ابن للزوج، إلا إذا نفاه الزوج عن نفسه بملاعنة، فحينئذ لا يكون ابنا له أيضا، يكون ابن للمرأة. ابن للمرأة. الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. كيفية التحلل من الغيبة إذا كانت كثيرة وغير متذكرة؟ من اغتبت؟ أكثر من الاستغفار والعمل الصالح، لعل الله أن يرفع عنك الإثم. ماذا لمن اغتبتهم؟ لماذا تنبح الكلاب عند أذان الفجر؟ ليس بمضطرد. الكلاب قد تنبح لأمرين: إما أنها رأت شيطانا، وإما أنها شخصا ضربها بحجر. الملائكة التي عفوا الدياكة تؤذن
وقت الفجر، وفي الحديث لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. لا أعلم كتابا جمع كل الأحاديث الصحيحة. ما لم يحافظ على صلاة وتاب، هل تكفيه التوبة أم يشترط القضاء؟ يشترط القضاء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. هل يجب النية لصيام النافلة؟ كل عمل من العبادات تلزمه نية، تلزمه نية. ولكن كان الأمثل في سؤالك أن يقال لك أو أن تقول: هل يلزم تبييت النية من الليل لصيام النافلة؟ فالجمهور على جواز عقد النية نهارا للصيام إذا لم تكن أكلت، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. وأنشئ النية من النهار. أيضا في هذا الصدد، يجدر التنويه على ضعف حديث لا صيام لمن لم يبيت النية، فالصواب أنه من قول حفصة. حكى لشخص ما حصل من شخص حكى لي شخص ما حصل من شخص آخر في حكاية، هل تعتبر غيبة؟ إذا كان الشخص الذي ذكر يكره ذلك ولم تكن هناك مظلمة يراد اختصاصها منه فلا يجوز، فستكون عفوا. إذا كان الشخص يكره ذلك الذي ذكر وليست هناك مظلمة يقتص منه بسبب هذه الحكاية فهذه غيبة. حكم العجب بالأعمال: إذا كان عجبا يحمل على كبر وطغيان فلا فيذم ويحرم، لكن إذا كان سعادة بالأعمال الصالحة التي وفق لها الشخص، كان يسعد شخص إذا قام الليل أو يسعد شخص إذا قام من النهار فلا بأس، هذا شيء طيب. وفي الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. لا تستطيع قضاء شهر رمضان الماضي بسبب الرضاعة، هل لها كفارة أم تنتظر الفطام وتقضي؟ على حسب حالتها، إذا انتظرت الفطام لا بأس، إذا قضت لا بأس، على حسب حال صحتها. وعند الإعادة تقضي يوما فقط، تقضي الأيام فقط، ليس معها إطعام، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر. موظف في فندق، فما حكم المال الذي يقتضى؟ لا بأس إذا كان عملك في الفندق حلالا، إذا كنت تقدم خمورا للناس فيحرم عملك. المعيشة في دول الكفر عموما تذم إلا عند الضرورات. اليوم على سبيل المثال، شخص اتصل بي من دولة كافرة يقول، أنا أضرب مثالا فقط، إذا كان في أي خطأ الإخوة يتعاقبون، الأخ هذا يقطن أمريكا ومتزوج وعنده 4 أبناء، زوجته تخونه، يعني ترتكب الفاحشة مع رجال أجانب، ماذا يصنع؟ قال: إن طلقتها أخذت أموالي وأولادي، أو نصف أموالي ونصف وأخذت أولادي، وستخرجني من الشقة، يعني أخرج من البيت وأولادي وبناتي سيكونون معها يتعرضون لخطر آخر أعظم.
وهي ستأتي بشخص تفعل ما تشاء معه على فراشي الذي أتيت به، كيف أصنع؟ هذه مشكلة، كيف أحل المشكلة؟ قال وتجاهر بذلك يعني وتهددني أيضا، فماذا أصنع؟ هذه دول الكفر، هذه هي دول الكفر. حكم الزوجة التي تخرج من بيت زوجها من غير علمه ورفع قضايا وحاول رجعها وهي لم ترجع، قضية تسمع من الطرفين. ما حكم تقصير اللحية أو تهذيبها؟ تقصير اللحية وتهذيبها الوارد فقط عن الصحابة أخذ ما زاد على القبض، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه أخذ من طول لحيته ولا من عرضها. كيف معالجة قسوة القلب مع العلم أنه تاب توبة نصوحة؟ عليه بذكر الله والإكثار من ذلك والإكثار من الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، وعليه أن يسأل ربه أن يلين قلبه. أردت التصدق بمبلغ لشخص ما، هل يجوز؟ هل يجوز أن أغير النية بحيث أقسم مبلغ لشخصين إذا رأيت المصلحة في ذلك ولم تكن أخبرته؟ لا بأس. شخص لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف يكتب وهو يريد التعامل معه، يتصل بالهاتف الصوتي بعد ساعة إن شاء الله. حكم التصبح، حديث التصبح بسبع تمرات ثابت صحيح، وقد ورد في بعض الطرق مقيدا، ورد في بعض الطرق مطلقا، ورد مقيدا في بعض الطرق ومطلقا في طرق أخرى، أعني مقيدا بتمر من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العالية، قيد بعجوة العالية في المدينة، وأطلق من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وروايتان صحيحتان. هل حب الناس لي يدل على حبه لله تعالى إذا كنت مستقيما؟ وإلا كان الفسق يحبونك، الفسق ليس بمعيار، إذا كان أهل الإيمان يحبونك وأنت مستقيم على طاعة الله ورسوله هذه علامة، والسرائر يعلمها ربي، لكن كإجمال هي علامة، وذلك لقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. حكم الحقن المجهري عشان الولد الذكر وعنده بنات بحمل طبيعي. حكم الحقن المجهري من أجل الولد الذكر وعنده بنات بحمل، لا تقل حمل طبيعي، اصطلاح حمل طبيعي غلط، لا بأس، عفوا يعني كانت هناك عمليات لتحديد نوع الجنين لا بأس بسلوكها، لكن هل كشف العورات من أجل ذلك يسوق؟ نسألنا أسئلة عامة من قبل ما حكم أخذ دواء أو لتحديد نوع الجنين لا بأس، لكن إذا كانت مرأة ستتكشف أمام رجل بغرض الولد يأتي ذكر أو لا يأتي ذكر، أتحفظ في ذلك بارك الله فيك، ليست بتلك الضرورة
وليست باليقينية، والله أعلم. حديث الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وحديث كان ينفلت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، حتى يحمل على تعدد الأحوال. حكم تحديد النسل في الجملة يكره، يكره في الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وأن شعيبا عليه السلام ذكر قومه بنعمة الله عليهم فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا بأس، فيستحب الاستكثار من الذرية. وفي الحديث: تكثروا تتناكحوا فإني مكاثر بكم. قال سليمان عليه السلام: لا تطفن الليل على 60 امرأة، في رواية: 90 امرأة، تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له. ما حل مشكلة النعاس أثناء المذاكرة؟ اسأل الأطباء وارق نفسك. وبعض العلماء يصفون الحجامة، فالله أعلم. صحة حديث: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، حديث يحسن. وكيف الجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا أنصرفنا من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس؟ أن يقال إن هذه في بعض أوقات السنة وتلك في البعض. فمن العلماء من قال: الليالي القصيرة استحب فيها تأخير صلاة الفجر حتى يتسنى للناس أن يستيقظوا ويحضرونها، فيكون الإسفار أولى. والليالي الطويلة يستحب التغليس بالفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها. وقال آخرون: معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر تأكدوا وتحققوا يقينا من طلوعه حتى ينتشر، ولا يكون هناك ثم وجه للشك في المسألة، والله أعلم. هل لبس القفازات لقراءة القرآن الكريم للكسل عن الوضوء؟ هل يجوز لبس القفازات؟ لا مانع، مش مشكلة، لا مانع أن تمسيه بدون حائل فيما أختاره من الأقوال أيضا. لكن الأفضل مسيه بقفازة كنت حائضا. حديث: من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، يحسن. في سنده رجل اسمه محمد بن حمير، في الأصل أن حديثه يحسن، لكن هل يتحمل هذا المتن القيم الكبير؟ فمن العلماء من قال: لا يكاد يتحمله مثل هذا الراوي، لكن التقييد عموما الرجل يحسن حديثه، والله أعلم. ثم ضميمة أنه في فضائل الأعمال تقوي العمل به. الجمع بين قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، وبين: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. لا تعارض، هذه كلاهما نصر، لكن كان يمكنك أن تقول: ما الجمع بين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، وبين قوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق؟ فقال بعض العلماء: إن النصر بالحجة والغلبة بالحجة. وقال آخرون:
إن الأنبياء الذين كلفوا بقتال ينصرهم الله. أما الأنبياء الذين لم يكلفوا إلا بالدعوة إلى الله قد يحصل أن يقتل بعضهم، والله أعلم. عن الأنبياء الذين كلفوا بالقتال، هناك أنبياء كلفوا بالقتال وأنبياء لم يكلفوا بالقتال. حسن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بقتال الكفار، لا قبل له بهم، كان يدعوهم. هناك أنبياء كلفوا بالقتال كموسى عليه السلام، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، لكن هود وصالح وزكريا ويحيى عليهم السلام لم يكلفوا بقتال. مدة القصر في الصلاة للمسافر كم هي؟ رأي الجمهور أنها 3 أيام بلياليها للشخص يقصر فيها إذا كان مسافرا نازلا وبعد ذلك يتم. أما إذا كان مسافرا سفرا طويلا فطالما أنه على سفر يقصر. وكذا إذا كان مسافرا مترددا، بمعنى أنه وصل إلى البلدة التي يريد الوصول إليها، أقول سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، فمثله يقصر الصلاة ما دام مترددا. حكم الزوجة الكذابة، كذابة، الزوجة كذابة حرام عليها، الكذب حرام. هل تبقى معها أو لا تبقى؟ هي منظومة تدرس، ولقيل أن يقول لك غير عتبة بابك. هل زكاة على إيجار الأرض؟ إيجار الأرض إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي فيه، لكن إذا كان ينفق شهريا فلا زكاة فيه. ما حكم حمل الرضيع في الصلاة ويلبس الحفاظ؟ لا بأس بذلك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة ابن ابنته زينب وهو يصلي، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. إذا انفصلت عن زوجي هل أظلم أولادي بذلك؟ إذا انفصلت عن زوجي هل أظلم أولادي بذلك؟ لا، اسأل الله النجاة لنفسك أولا. الأولاد ليسوا بمسؤوليتك إذا طلقتي، إن أشئت أن تتركيهم لأبيهم ويتحمل مسؤوليتهم أمام الله تركتهم له، وليس عليك إثم أيضا. غريب النكاح مع التفسير، لا يصح، وقد ورد بلفظ آخر اغتربوا لا تضووا، اغتربوا لا تضووا. ضوى الرجل يعني رجع إلى بيته، ضوى الرجل في الزواج رجع إلى قبيلته وأسرته، إلى قبيلته يتزوج من قبيلته، هذا معنى ضوى. ضوى رجع، يعني الأطفال مثلا في دولة كريمة نقول نضوي، نضوي نروح البيوت. فلا اغتربوا تزوجوا الغريبات، ولا تضووا تلجأوا تتزوجوا من القريبات، لكنه حديث ضعيف جدا. والله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك، فحل الله له بنات العم وبنات الخال وبنات العمات وبنات الخالات. وأيضا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه تزوج بنت عمته ابنة عمته، وهي زينب بنت جحش، أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا هو ابن عمه بفاطمة عليها السلام، أنجبت له حسنا وحسينا. وأيضا فإن الله سبحانه ذكر المحرمات من النساء وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. كيفية زكاة الراتب المتقطع، كيفية زكاة الراتب المتقطع، ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع مع كمال بلغ النصاب ومرت عليه سنة.
بارك الله فيك يا يوسف، وحكم لعبة البلاي ستيشن تلك تضيع الأوقات، ولا أستطيع أن أجزم بالتحريم لكن الكراهية موجودة. شركة لم تعلم زبونها بدفع مؤخر وبعد فترة من انتهاء ما أعلنته بذلك لابد من الدفع. ما أفهم دفع مؤخر عن ماذا؟ لم أفهم سؤالك. حكم الصلاة لمن فقد ذاكرته بسبب المرض، هل تسقط عنه الصلاة؟ فقد الذاكرة تسقط عنه الزكاة الصلاة؟ هل الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي يعتبر من الوساوس؟ هل من تائب منذ سنين؟ لا، ليس من الوساوس إذا شغله ذلك عن مسيرة الخير التي يقوم بها. لكن يندم عن ذنب صنعه من 10 سنوات وقد تاب، ما في مشكلة أبدا، يجدد التوبة إلا إذا وصل إلى حالة مرضية. هل يجوز للأم أن تزوج ابنتها إذا كان الأب ميتا؟ لا، الولاد تنتقل العصبات الأقرب في الأقرب، إذا لم يوجد عصبات فيزوجها المأذون، سلطان ولي من لا ولي له. هناك أدوية تصنع من الجيلاتين، هل يجوز تناولها؟ جيلاتين ماذا؟ وضح. خنازير ولا إيه بالضبط؟ خنازير لا يجوز. هل يجوز إسقاط الجنين المشوه من أجل سلامة الأم؟ إذا كانت الروح قد نفخت فيه لا يجوز أن لا يجوز أن يسقط إذا كانت الروح نفخت فيه. إذا تساويت مع الإمام في الركوع دون التسبيح أكون أدركت الركعة؟ نعم أدركتها، الأمر بالطمأنينة. حديث المسيء صلاته اركع حتى تطمئن راكعا. أحبك الله. هل توجد أوقات لا تستحب فيها الصلاة؟ نعم، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال قبل الظهر 10 دقائق تقريبا إلى أذان الظهر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتزداد الكراهية بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا أطفت الشمس إلى الغروب. عملية أكل الضبع للفريسة من الخلف وما فيها من عذاب الحيوان حتى خروج روحه، ها؟ طب احنا يعني هل الضبع مكلف بفروع الشريعة؟ مش فاهم يعني. كيف أتخلص من العصبية مع العلم بأني بفضل الله ملتزمة؟ اسأل الله ذلك، و أكثري من دعاء الله، وكما هو معلوم فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تدرب على مكارم الأخلاق مطلب. كيف أعرف أن الله عز وجل يحبني؟ إذا كنت موفقا لطاعته ومراقبته فهذه علامة على حب الله لك. صحة حديث اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر والمغرب في سنده ضعف. هل تجوز الصلاة بجوار التلفاز؟ تجوز، لكن التلفاز يشغلك عن التدبر والتأمل. التلفاز يشغلك عن التدبر والتأمل. بسم الله. أما الصلاة فتصح، لكن كما لا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني خميصة مخططة وفيها ألوان، فلما انقضت الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهل،
فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي ولم يعد الصلاة لم يمس الزوجة وحملت من فاحشها إذا أراد أن يلاعن يلاعن. هل من ساها وسبق الإمام بالسجود صلاته صحيحة؟ من ساها وسبق الإمام بالسجود صلاته صحيحة؟ لا عفوا صحيحة لأنه سهى سهى يعني هو سجد قبل أن يسجد الإمام هو نزل من أعلى يعني الإمام قال الله أكبر والإمام يمد في التكبيرة فالثاني نزل سهوا سجد قبل الإمام الصلاة تصح لأنها سهوا. يسأل هل تجوز يجوز أن أصلي بالبيجامة في البيت مع العلم أنها طويلة واسعة؟ يجوز. خطب فتاة وجبت ذهب وسبتها من حقي أم لا؟ الذهب الذهب من حقك لأن الذهب في العرف المصري من الصدق الذهب في العرف المصري من الصدق. الذهب في العرف المصري من الصداق فما دامت مخطوبة ليس لها من الصداق شيء إلا إذا كانت الزوجة وأهلها غارم غرامات وهو الذي تركهم بدون والذي تركهم بدون سبب منهم فيتحمل أو لهم أن يخصموا من الشبكة من الشبكة حينئذ قدر تلك الغرامة. هل التسبيح في السر يكتب؟ يكتب لكن يكتب ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. خالد الدقاق حفظه الله يسأل عن حكم الصلاة من صلى بثوب ضيق لعدم توفر أي ثياب أخرى. الصلاة صحيحة مع الكراهة. حكم العروسة البلاستيك للبنات لا بأس بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وعندها صاحبات الله يلعبن معها بالبنات وأن العرائس الصغار فينقمعن إذا رأينه يختفين فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليلعبن معها. الزوج اللي رافض يشتغل ومش عاوز يتعب في أي حاجة ويبهدل مراته ويهددها بالطرد ده حكمه إيه؟ زوج ظالم بل وجلسة في البيت. وجود الرجل في البيت بلا عمل ابتلاء كبير للزوجة ابتلاء كبير للزوجة يجلس ينتقد أي شيء في البيت ولا يعمل أي شيء. العنكبوت هذا لماذا لم تزليه ويضرب السجادة مش نظيفة ويضرب. طب وانت ماذا تعمل انت ثور تربط مع البهائم تعلف ما شأنك أنت يعني ما شأنك أنت ما عملك الأعمال الموجودة وهو ما جالس في البيت يريد أن يخدم يريد أن تدخل عليه صواني الطعام لأنه وإذا تأخرت الزوجة ضرب. يا أخي حرام عليك يا أخي من أشد الابتلاءات ابتلاءات الزوجة بوزوج زوجها المستمر في البيت بدون عمل مع قدرتي على العمل مع قدرتي على العمل. وحام من الذين عدمت منهم الأحاسيس من يرسل زوجته موظفة تعمل وهو جالس في البيت حول نفسه إلى امرأة وحولها إلى رجل. إن الله قال للرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هل يجوز ذكر الله على جنابة؟ يجوز الأولى الاغتسال أما الجواز فلأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحج له أن
يذكر الله وله أن يلبي وله وله وله. أما حديث كان عفوا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة فهو ثابت أيضا، لكن في الأفضلية. صاحبة لي طلبت مني النقاب كي تمشي خلف زوجها كي تثبت خيانته، هل أعطيها؟ لا تعطيها، لا تساعديها على التجسس، تشتري هي إذا أرادت تشتري نقاب. ما حكم الصلاة في النهار؟ يجوز إذا لبستها، يجوز إذا لبستها وكانت نظيفة على طهارة طبعا بعد الوضوء. سئل أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله؟ قال نعم. عفوا ماذا قال؟ كرينا نار جهنم التي يعذب بها تارك الصلاة، فالله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل واد في جهنم يسير إليه صديد أهل النار. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، وارزقنا تعظيم حدودك وامتثال أوامرك، واجتناب ما نهتنا عنه يا رب. حكم زكاة الحلي للنساء؟ أراها واجبة إذا بلغ الحلي النصاب وحال عليه الحول، ولا أعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط زكاة الحلي. الرهان لا يجوز وهو داخل في الميسر، ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا ناسخ للرهان الذي كان بين أبي بكر وبين مشركي مكة على أن الروم ستغلب. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ لا يجوز لك لأنك ستشتريها بالربا والبنك لا يمتلك الشقق أصلا، إنها زوجة وليس لديها أولاد، ولديها ثلاث أخوات بنات، وزوج وأولاد أعمام مش أخوات أبي ولا إنها زوجة وليس لديها أولاد، زوجة وليس لديها أولاد، ولدي ثلاث أخوات بنات وزوج وأولاد أعمام مش أخوات أبي ولا أولاد. عموما الزوج له الربع ولا عفوا ليس لها أولاد، زوجة وليس لديها أولاد عفوا، الزوج له النصف والأخوات البنات. لحظة، الأخوات البنات لهن الثلثان لأن تنتظمهن آية الكلال التي في آخر سورة النساء. الأخوات الثلثان الزوج النصف وعالت المسألة، والآخران كلهم ليس لهم شيء. عالت المسألة يعني زادت عن الواحد الصحيح، لأن النصف ثلثان زائد ثلثان القسمة على ستة، أربعة على ستة، ثلاثة على ستة، أصبح سبعة على ستة. فالتركة تقسم سبعة أجزاء، الزوج له ثلاثة أسباع والبنات لهن أربعة أسباع بدلا من ست، بدلا من أن تقسم على ست، للمسألة عالت زالت عن واحد صحيح. أظن أن الأطفال الصغار ما أدري ما زالوا يدرسون ذلك، مجموع الأجزاء وقيمة الجزء في الابتدائي الإعدادي أم لا، عموما هي داخلة في هذا. هل الأخ يسأل عن أخواتي في حياة والديه؟ هل الأخ يسأل عن أخواتي في حياة والديه؟ إذا كان الأب مريضا أو ضعيفا أو لا يفهم، فالأخ سيتدخل كولي للسفيه في حالة سفاهة الوالد. ومن رأى منكم مكرم فليغيره بيده، يفترض أن الولد لا رأى أخته متبرجة
هل يسكت تقول أنا مالي دخل يا أبويا هو المسؤول؟ ده إذا كانت غريبة سننصح. فما ظنك بالأخت؟ هل تجوز القراءة بالقلب أو في السر في الصلاة أم يجب تحريك الشفاه؟ القراءة يجب تحريك تكون باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الظهر، فسئل الصحابي أظن أبو قتادة أو غيره كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر؟ قال باضطراب لحيته. أظن خباب الذي تعالى سئل ذلك السؤال. لبس البنطلون لزوجة ليس بضيق في البيت ولا في الشارع يا عزيز؟ البيت تلبس كيف شاءت في البيت، دامت للزوج لا بأس. سأل يسأل يجوز رام من طرف واحد على سبيل المثال، قل إذا فزت سأعطيك تفاحة وإذا خسرت لن أخذ منك شيئا، لا بأس، هذه هبة لا تدخل في الرهان. ما الأولى في صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية الأربعة دون تشهد أوسط أم ركعتان؟ لا أعلم نصا ثابتا في هذا الباب، وإن كان هناك حديث أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، لكن أرى نفسي فيها ريب من سلامة هذا الخبر، والله أعلم. وحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة النهار شاذة. رجل يتلفظ، زوجته تتلفظ بسوء تستفزني كثيرا عند حدوث أي خلاف وتطلب الطلاق، وأنا كنت أصبر عليه لوجود خمسة أولاد وأنا طلقتها لما استفزتني، صرت على ذلك علما أنني أعمل في بلد آخر. خلاص طلقتها محسوبة تطليق، ما المشكلة؟ حديث لكل مسلم ذنب يتعاده الفينة بعد الفينة لا يثبت. يعني الصحابة وهم يصلون ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم موضع السجود، يعني هو أين ينظر المصلي في صلاته؟ الروايات الأصح تشهد لقول من قال إنك تنظر للأمام، قول الرسول عليه السلام رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فكدل أنه كان ينظر للأمام. وقال لعائشة يا عائشة في حديث آخر أميطي عني قرامك هذا، صورة فيها تصوير، فلا زالت التصوير تعرض لي في صلاتي. فالنظر إما إلى السجود موطن السجود أو إلى الأمام، والأحاديث الأثبت إلى الأمام. فإذا كان ينظر الأمام عرضا يعرف اضطراب لحية الرسول، وأيضا الرسول كان الحين بعد الحين يرفع صوته بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. مثلا يقرأ مثلا والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما امرأة واتقى صدق وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. يرفع الصوت أحيانا، ورد مثل ذلك. هل أخفي العين في النقاب؟ أخفي العين في النقاب لا يلزم إخفاء العين في النقاب، إذا كان سيضر بالإبصار لا تغفي العين. إذا كنت متكحلة وفتنة كما يقول بعضهم، إذا طيب أختصر كلامه أفضل. يعني حديث محسن حكم عليه بأن إسناده حسن، وهل لو عملنا بالحديث دي نأخذ الجزاء؟ إذا عملت بالحديث الحسن تأخذ الجزاء إن شاء الله. أخت تحاول أن تصلح أختها وهي ترفض أن تدخل بيتها، فعليها تصلح أختها وترفض. الإسم على من قطع، وربي أعلم بالجميع.
لم أرى أبي وأمي منذ سنة والعذر الوباء، هل هذا من العقوق؟ يعني لو كان عندها كورونا استمرت بقى سنة لماتت. فيعني لا توسوس وسوسة زائدة، الله يبارك فيك. هل الإخوة من الأم فقط والإخوة من الأب فقط يرثون من أختهم توفيت وهي متزوجة وليس لها أولاد؟ الإخوة والأخوات من الأم يفارق الإخوة والأخوات الأشقاء من ثلاثة وجوه. أولا لا يرثون الإخوة لأم والأخوات لأم، لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. ومعنى الميت كلالة ليس له أب ولا جد ولا جد أب إلى آخره، ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن إلى آخره، إنما له إخوة أو أخوات. فالكلالة من لا ولد له ولا والد، وإن على وإن نزل. فالإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، هذه واحدة. وثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث، وإن كان الرجل نورث كلالة أو امرأة ولا أخ أو أخت أي من الأم فلكل حي منهما السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم بأي حال من الأحوال عن الثلث. نعم. أما الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء قد يستحوذوا على التركة كلها. الإخوة الأشقاء الذكور تنتظموا مئة الكلالة في آخر سورة النساء، البنات لهن ثلثان والذكور يرث التركة كلها. الأشقاء يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ ولا أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فأخذ النصيب كله. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ما التأويل يعني في رؤية إعطاء طفل لك في المنام؟ هذا رزق من الله. أعطيت طفلا في المنام رزق من الله، ولكن قد تحمل على النعت المكروه بضمائم أخرى. إذا كان المعطي فاسدا قد تحمل على أمور أخرى والله أعلم. البنك لا يمتلك السيارة فلا تشتري منه، إنما يتدخل كمقرض ويأخذ المبلغ الذي أقرضه لك مع الزيادة الربوية. لو واحد واخد فرض بضمان مبلغ في البنك، هل المبلغ ده اللي في البنك يكون عليه زكاة؟ عمله محرم ويسأل عن الزكاة عندك بلاء أولا، وهو القرض الربوي، فهذه كبيرة من الكبائر. هل يجب التسليم هل يجب التسليم الخروج من صلاة تحية المسجد عند إقام الصلاة؟ لا، الجمهور يقولون تتم. لماذا قال الجمهور تتم؟ لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. إذن كيف وجه الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ وجهوه بأن قالوا لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. نعم. حكم ترك الفتاة ذات سنوات 10 سنوات تام حل الصلاة حكم تترك الصلاة؟ سؤال غير مفهوم. قيمة المنقولات والشبكة في الخلع من حق من؟ العفش الذي أتى به الزوج في حالة الخلع يأخذه، والعفش الذي أتت به الزوجة تأخذه. الشبكة في الخلع من حق الزوج إلا إذا تراضيا على شيء، إن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بهذا القدر أجتزي، سيلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سيلني الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. ربي هو المقدم والمؤخر لا إله إلا هو. محذر النفس وإخواني من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية
والماركسية وسائر طرائق الكفر والضلال. كذلك محذرا نفسي وإخواني والمسلمين والمسلمات من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. ختاما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.